اهلا بيكم، مبسوطه قوي اكون معاكم في نورامي. وانا مش لوحدي، معانا كمان ميكو، كمان معايا بيبي صغير محتاج مكان يرتاح فيه. طبعا مش معقول هنحطه هنا وسط الزحمه والدوشه دي كلها. ثانيه واحده، عارفين المزود ده بالظبط زي قلبنا، ويسوع نفسه يرتاح في قلبنا ويكون قلبنا مريح بالنسبة له. بس في حاجات عاملة زحمة في قلبنا، تعالوا نشوف إيه الحاجات دي علشان نشيلها. دي بتاعتي أنا، متهيألي ملهاش لازمة. إيه ده كمان؟ ماليش دعوة، مش إحنا ساعات بنقول كده؟ برضو ملهاش لازمة، عاملة زحمة على الفاضي في حياتنا وفي مخنا. دي ورقة مهمة قوي، مش عايزة ألعب معاك، بنقولها كم مرة. ايه ده؟ انا مخصمك، يا خبر، انا مخصمك قال. وايه دي كمان؟ اشمعنى هي؟ بنقول اشمعنى ساعات مش كده؟ ميكو انت بتقول اشمعنى؟ برضو ملهاش لازم. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انا مش بحبه، يا خبر، ممكن اقول على حد انا مش بحبه؟ ساعات برضو هنتخلص منها خالص خالص الحاجات دي عشان المزود يبقى مريح. انا زعلان. ميكو انت زعلان؟ بس انت المفروض تبقى فرحان، كفايه ان احنا مع بعض. دلوقتي المزود ده جاهز ان احنا نحط بيبي يسوع فيه. عارفين ربنا خلق فينا حاجات حلوة قوي، خلق فينا حب وخلق فينا مواهب. قلبنا ده حاجة جميلة قوي زي الكنز، لكن لما بنعمل حاجات مش حلوة وبنعمل خطية، القلب والحاجات الجميلة اللي فينا بتتغطى، يبقى مش باين، لازم يتغسل وينضف. طب يا ترى احنا نقدر ننضف قلبنا؟ يعني نقدر نيجي كده ونشيل الافكار الوحشه من دماغنا؟ متهيألي ما نعرفش. يسوع بس هو اللي يقدر يغيرنا. لما نجيله ونقول له يا رب انا بعترف بخطيتي، انا عارف ان انا غلطان، تعالى ونضف قلبي. يسوع بس هو اللي يقدر ينضف قلبي، انا ما اقدرش. ولما القلب ينضف من الخطيه ومن الحاجات اللي مش حلوه، هيرجع تاني قلب جميل بيلمع ونضيف. عارفين لما يكون واحد بيعمل فضه وفي الفضه بتاعته في حاجات كتيره مش فضه ومش حلوه، يقوم مدخل الفضه نار جامده جدا وتشيل كل حاجه مش فضه. يسوع مش بيستعمل نار طبعا، لكن يسوع وعد ان هو دايما يساعدنا ان احنا نتغير. تعالوا نعترف بخطيتنا، نقول له يا رب احنا غلطانين، احنا بنشيل كل حاجه مش عاجباك من قلبنا علشان تكون مرتاح فيه. والايه بتاعتنا النهارده بتقول ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اثم. سؤال الحلقه بتاعتنا النهارده بيقول ان قلبك بيشبه حاجه من الثلاث حاجات دول، قلب فضة ولا مزود ولا كنز؟ هقول لكم السؤال مرة تانية، قلبك بيشبه حاجة من التلاتة دول، قلب فضة، مزود ولا كنز؟ من فضلكم ابعتوا إجاباتكم وإحنا هنبعت لكم جايزة.